في إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطن، نظمت القنصلية المغربية ببروكسل مساء يوم الجمعة 28 شتنبر 2018 لقاء تواصليا بين أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا ومجموعة من الموثقين القادمين من المغرب والمنتمين للمجلس الجهوي للموثقين جهة الرباط. اللقاء تمحور حول كيفية تأمين المعاملات العقارية وتقديم مجموعة من الاستشارات المتعلقة بالمستجدات القانونية. وقد تفاعلت الجالية بقوة مع الموثقين وكان نقاشا غنيا، وفي الأخير أعربوا عن سعادتهم بهذه المبادرة الحسنة. هذا اللقاء جاء ثمرة ديال واحد اللقاءات اللي درنا مع القطاعات المعنية، منها وزارة العدل، منها الموثقين، منها يعني كاع يعني المتدخلين في هذا المجال. هذا اللقاء ديال اليوم كما قلت جات ثمره ديال عاود استجابه للطلبات ديال الجاليه. كاين اشكال كبير في هذا القطاع ديال المعاملات العقاريه. اليوم جاوا عندنا هنا باش نفسروا للناس الدور ديال الموثق وكيفاش نأمنوا المعاملات العقاريه ديالنا. والله حنا دابا هاد اللقاء اللي كان اليوم هو واحد اللقاء اللي داخل في اطار تقريب الاداره من المواطنين، كنفسروا لها بنفتحوا اكثر على الجمعيات اللي كتمثل المغاربه هنا، على المواطنين المغاربه. اللقاء ديالنا اليوم اللي عقدناه بمقر القنصليه ديال المملكه المغربيه ببروكسل كان مع الجاليه المغربيه المقيمه ببروكسل على الخصوص ببلجيكا، على الخصوص ببروكسل. تمحور اللقاء حول الهدف من هذا اللقاء هو اننا نتواصلوا مع الجاليه ديالنا ونحاولوا نسعوا اننا نعطيهم استشارات فيما يتعلق بالمستجدات القانونيه. كما كتعرفوا فالقانون متغير وكاين مستجدات كثيره، وحنا كقانونيين الدور ديالنا هو اننا نقربوا المعلومه القانونيه من المواطن، خصوصا المواطنين اللي هما يعني ساكنين في المهجر. اللي اليوم كان مهم هو كان واحد التفاعل، كانوا اسئله كثيره بخصوص المجال اللي احنا تدخلنا فيه، وكان معنا متدخلين من مكتب الصرف فذكرنا على القانون المتعلق بالصرف، ثم تكلمنا على الدور ديال القضاء ايضا من خلال ممثل ديال رئاسه النيابه العامه اللي كان هو حاضر معنا، وتكلمنا على مجموعه ديال المواضيع. والملاحظ هو انه كاين اسئله كثيره خصوصا بعد صدور القانون المتعلق بالحقوق العينيه، وانا اللي اقترحت هو انه من خلال هاد اللقاءات ومن خلال التفاعلات انه نحاولوا نجمعوا هاد التخوفات وهاد التساؤلات ونطرحوها كنقاش داخل المجلس ديالنا عن طريق الهيئه ديالنا، باش اننا نقدموا مقترحات للسلطات العموميه باش يمكن تطور وتزيد من المنسوب ديال الثقه في الاستثمارات اللي كيقوموا بها الاخوان ديالنا في الخارج. احنا اليوم في اطار لقاء تواصلي مع الجاليه المغربيه بروكسل بدعوه من السيد القنصل، و هذا اللقاء كان كيشمل العديد من المجالات خصوصا المجالات العقاريه اللي كانت فيها الاسئله المطروحه بكثير ما يتعلق العقارات اللي كيمتلكوها هاد الناس الاجانب في المغرب وكيفيه الحفاظ عليها والمساطر اللي يمكن لهم يلجؤوا لها باش يطمئنوا على الاملاك ديالهم في المغرب. جيت اليوم لبروكسل على دعوه من المجلس الجهوي للموثقين بجهه الرباط لتمكين الجاليه المغربيه من التعرف على قانون الصرف وللتعريف لهم بالحقوق التي يضمنها لهم قانون الصرف في جميع المجالات. قانون الصرف كيمنح المغاربه المقيمين بالخارج مجموعه من الحقوق، حقوق تساوي الحقوق المغاربه المقيمين بالمغرب فيما يخص لي دوتاسيون توريستيك سوا ميديكو سكولاريتي ايتترا، وكيضمن لهم كذلك حقوق تساوي الحقوق المضمونه للاجانب فيما يخص الاستثمار. الاستثمارات ديال المغاربه المقيمين بالخارج التي تمول بالعمله الصعبه من الخارج تضمن لهم الحق في استرجاع اموالهم او استردادها الى بلد اقامتهم في حال بيع
الاستثمار او ان هذا الاستثمار يعود عليهم بواحد لي ريفوني، دونك عندهم الحق يصيفطوها للبلد اقامه ديالهم. كنشكروا هاد الناس اللي جاوا من المغرب باش يوصلونا بعض المسائل اللي هي غايبه على المواطن البلجيكي، وكنشكرهم بزاف. حنايا جد فرحانين بهم واستفدنا بزاف اليوم، وما كرهناش في كل سنه يكون لقاء معاهم باش كيزيد المواطن كيعرف الحقوق ديالو. في البدايه كلمه شكر موجهه للاخوه الموثقين وكذلك القنصليه المملكه المغربيه ببروكسل على عقد هذا اللقاء الذي يعتبر لقاء مثمر، وكذلك لتقريب المواطن المغربي المهاجر من اجل قضاياه العقاريه او ما يخص بكل ممتلكاته بالمغرب، فهي بادره طيبه. يعني اتمنى ان تتكرر في اشياء اخرى تتعلق بقضايا متعدده وهموم متعدده التي يعيشها مغاربه العالم. هذه مبادره جديده اللي بدات كدار، ونتمنى ان شاء الله غادي تكون ماشي هذه الاولى وهذه الاخيره، وكاين ماشي اخرى اللي خصنا نناقشوا عليها. والحقيقه حتى الاخوان اللي جاوا كان عندهم واحد الرغبه باش يفهموا الناس، لان كاين بعض الاخوان كانوا جاوا عندنا بالحقيقه عندهم واحد الرغبه غير تساله كيزعف وكيدير. هادو كانوا في واحد المستوى، انا كنقولها ماشي كندير تسمو، ولكن هذا كان معقول اخوان في المستوى، ونقولوا فكروا في المشاكل ديال الاخوان وخداو نقولوا الصبر معاهم. اللقاء كان غني، والجاليه المغربيه طرحت مجموعه ديال الاسئله والتخوفات، عبرت على التخوفات ديالها من مجموعه القوانين، خصوصا القوانين الجديده التي تتعلق بالمحافظه العقاريه، وكان الجواب بصراحه، كما انه كان فيه جزء ثاني خصوه الموثقين الاسئله الخاصه للجاليه، عندهم اسئله اللي يطرحوها هي شخصيه. طبعا الحال لقاء اليوم اللي كان مع الموثقين المغاربه وعلى جهه الرباط كان لقاء قوي وقوي جدا، حيث ان الحضور كان كذلك للمواطنين المغاربه كان عندهم اسئله كثيره اللي حرجت في كثير من الاحيان الموثقين، واللي في الحقيقه كيخص يتكرر هذا اللقاء هذا، لان كيظهر ان الجاليه المغربيه تعاني من هذا المشكل ديال العقار بالخصوص.